أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الدعم والاهتمام والرعاية والمساندة التي تحظى بها السلطة التشريعية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تعتبر القاعدة الأساس والركيزة الراسخة لكل المنجزات التشريعية. جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على المستويات الرفيعة التي وصلت إليها مسارات التعاون والتنسيق والتشاور مع الحكومة الموقرة، مثمنا الجهود المخلصة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بجهود أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية على تفانيهم وحرصهم على حضور جلسات المجلس واجتماعات لجان المختلفة وتقديم الإيضاحات حول المراسيم ومشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من المجلس. وتقدم معالي رئيس مجلس الشورى بالشكر الجزيل لمعالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ولأصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب على حسن التعاون والتنسيق بين المجلسين.